طيب هنحل مسألتين بس لأن دول اللي فيهم يعني فكرة ومتكررة وفكرة أخيرة دي لوحدها، فهنتكلم عليهم بسريع سريع، والفيديو ده إن شاء الله مش هياخد 10 دقايق يعني بإذن الله. اللي بيقول إن أنا عندي هنا 4 كتل نقطية كم هم بين بالشكل، مديني إن الـ A بـ4 والـ B بـ3 والـ M الكابيتال بـ4 كيلو جرام والـ M السمول بـ3 كيلو جرام، وبيقول لي إن أنا عايز العزم بتاعي المومنت اوف انرشيا حول محور واي. محور واي اهو، فالمفروض كل حاجه بتمر من المحور مش هتبقى معايا، يعني الام سمول هنا والام سمول هنا مش موجودين معايا، فهيبقى عندي الام كابيتال يمين وشمال، يبقى ام في المسافه تربيع، ام في اي تربيع زائد ام في اي تربيع، ونعوض بيها ما فيهاش مشكله. يبقى الاي واي هيساوي ام اللي هي الكابيتال دي في الاي تربيع زائد الام الكابيتال في الاي ايه في الاي تربيع، يبقى انا كده جبت كل حاجه تمام، لان انا عندي هنا مفيش مسافه اصلا على الواي، فاي حاجه بتمر بالمحور اللي انا شغال عليه ديت على طول بكام؟ بصفر على طول من غير ما ايه ما نفكر. طيب نمره 2 هتلاقي ان انا عندي عايز في الزد، الزد ده اللي هو في الايه؟ في النص عند النقطه او ديت، فالمفروض ان كله ما بيمرش بيه، الزد ده المفروض ان هو عمودي الايه؟ عمودي على الاكس والواي، فهنقول ان الاي بتاع زد فيه كل حاجه بقى، الام في الاي تربيع زائد الام في الاي تربيع زائد الام سمول في البي تربيع زائد الام سمول في البي ايه؟ في البي تربيع. هتلاقي ان انا اللي عندي القيمه بقت ما فيهاش اي مشكله، هتلاقي ان ده طلع ب 102 وايه؟ و80، وده طلع ب 108 وايه؟ و20 طبعا كيلو جرام في متر ايه؟ في متر تربيع. فهو بيقول لي هنا عايز الشغل المبذول عند حول محور زد اللي انا واقف عليه علشان نتحول من سرعه مقدارها 6 رادين على الثانيه ل 10 رادين على الثانيه، فانا عايز الشغل الدبليو هو عباره عن التغير في طاقه الايه الحركه، اللي هي عباره عن نص اي في الايه في الدلتا اوميجا، فهيساوي نص انا عندي في حول محور زد، يبقى الاي بتاعتي الاي زد اللي هي في 102 وايه و80 في الدلتا اوميجا اللي هي عباره عن 10، هنا دي تربيع خد بالك، تربيع ناقص الايه الستة ايه تربيع، هيطلع عندي 5 8 2 4 بالايه بالجول. ديت اول مسألة، مسألة سهلة وبسيطة خالص ما فيهاش اي مشكلة. وتعالى نخش على المسألة التانية، هما دول المسألتين اللي هيكونوا معانا، 5 دقايق فيديو يفهمك بس الدنيا، لان اصلا المسائل اللي فيه معظمها زي بعضها فمش هتكلم فيها خالص يعني. طيب في المسألة التانية بيقول لي ان انا عندي رد او قضيب طوله 60 سنتي، يبقى انا عندي الطول بتاعي ده 60 سنتي، المفروض ان المحور اللي في النص بيقسمه هنا ل 30 سنتي، وهنا كمان لايه؟ ل 30 ايه؟ 30 سنتي تمام. المحاور ديت المحاور الرئيسية بتاعتي تمام، الكتلة بتاعته 200 جرام، وعندي كمان الام بتاعت الرد بتساوي 200 جرام، حلو كده. وبيقول ان هو متصل بكرتين متماثلتين كتلة كل منهما 80 جرام، يبقى انا عندي الام بتاعت الكورة هنسميها ام كابيتال اللي هي عبارة عن 80 جرام، وبيقول لي ان انا نص القطر بتاعهم 16 سنتي، يعني الار بتاعتي ب 16 ايه 16 سنتي، فهو عايز الاي، عايز عزم الايه ده، عايز عزم الازدواج ده، عايز الايه التورك ايوه اللي هي التاو يعني بمعنى صح، لدوران المجموعه حول محور واي اللي هو المحور ده بمقدار 40 ريفولوشن، بمعنى صح مديني الان بتاعتي بايه ب 40 في زمن قدره 6 ثواني، يعني انا عندي التي بتساوي 6 ايه 6 ثواني. طبعا انا عشان نعرف انا الاي بتاع الكره، عشان ده مش معطى عندكم او بمعنى صح ما درسناهوش، هو عباره عن ام 2 على 5 ام في ار ايه في ار تربيع، فانا المفروض ان انا نجيب الواي، فالعزم بتاعي هو عباره عن العزم بتاع الكره الاولانيه والرد الثاني والكره الايه الثالثه، فالمفروض نجمعهم على ايه على بعض، لان انا عايز التاو، هو التاو بيساوي ايه اي في الاوميجا ايه في الاوميجا دوت، ده هو الاي توتال بتاعت الايه المجموعه على بعضها اللي هو اي 1 زائد اي 2 زائد اي 3 زي ما احنا هنتعامل دلوقتي، الاوميجا دوت ديت هي العجله، فالعجله ديت هنجيبها منين؟ هتلاقي ان انا عندي الان والتي ومعايا الاوميجا دوت اللي هي قصدي الاوميجا الانيشال بتاعتي بزيرو، لان انا كان عندي الجسم ساكن في الاول، فبالتالي بقى عندي كل حاجه نقدر نطلع الاوميجا دوت بكل ايه بساطه، لان انا عندي من الان اقدر اجيب الايه السيتا، فديت مش هلجأ لها لان انا خلاص ايه الكلام ده يعني بقى شغل قديم. فانا المفروض ان انا في عزم الكسور الذاتي او المومنت اوف انيرشيا هنجيب الايه الثلاثه مع بعض، فهنشتغل الاي الاولانيه، فالاي الاولانيه ديت هي عباره عن 2 على 5 ام في ار ايه سكوير، ديت كده ما فيهاش اي جدال لان ديت تبع الايه الكوره والمحور واي ده بيمر فيها. طب بالنسبه للرد اللي هو الاي 2، الاي 2 ده محاور ايه متوازيه صح كده، فنظريه المحاور المتوازيه لما نيجي نشتغل فيها هنلاقي ان انا عندي الرد بتاعي هو عباره عن كان ام في ال تربيع على 12 صح كده، يبقى انا هنحط ام ال تربيع على ايه على 12، ده بتاع الرد لوحده. طب انا المفروض ان انا في محاور متجاوره، طب ما انا كنت بنجمع عليها المسافه
المسافه تربيع في الايه، في الام اللي هي الكتله بتاعتي، صح كده؟ فبالتالي هنعمل ايه، احنا كنا الام بتاعت الرد احنا كنا خلينا ام ايه، ام سمول، معلش. يبقى انا بالنسبه لي هنيجي ضارب في ايه، في الام اللي هي الايه، الكتله في المسافه. المسافه هنا هي عباره عن ايه، 30 سم، بس خلي بالك 30 زائد نص القطر، لان انا من اول المحور للمحور الثاني، فهي عباره عن نص القطر اللي هو 30 سم زائد الايه، نص القطر بتاعي اللي هو 16 سم، فكلها على بعضها هتبقى 46 ايه، 46 سم. فكده يبقى انا جبت الاي كام، الاي 2 بكل ايه، بكل سهوله. طب بالنسبه للاي 3 بتاع الكره الثانيه، هو عباره عن 2 على 5 ام ار تربيع بالنسبه للكره الاولانيه اللي هي ديت، صح كده؟ هنجمع عليه محاور متوازيه، صح كده؟ الكتله بتاعتها اللي هي بتاعت الكوره ام كابيتال في المسافه، المسافه عباره عن ايه، 16 و16 و60، صح كده؟ لان انا عندي نص قطر هنا وعندي 60 كاملين هنا وعندي نص قطر تاني، يبقى 60 و32 يدينا كام، 2 وايه، 92 بالتقريب كده، يعني لو كنت غلطان مفيش اي مشكلة، هو عبارة عن المجموع بكل ايه، بكل سهولة، بس تقريبا 32 و 60 مظبوط، 2 وايه، 92. يبقى انا كده جبت الاي 1 وجبت الاي 2 والاي 3، هنجيب الاي توتال، هو عبارة عن مجموع الاي 1 زائد الاي ايه 2 زائد الاي كي زائد الاي 3. خلصت كل ده، فضل لي ان انا نجيب الايه، الاوميجا دوت. انا عندي القانون بتاعي في العلاقات اللي هي بتاعت قوانين الحركة بتاعتي، ان السيتا بتساوي اوميجا اي في التي زائد نص اوميجا دوت تي اي تي تربيع، ديت بصفر فدي هتطير. السيتا هي عباره عن 2 باي في ايه، في ان، ومعايا الان، والزمن بتاعي هنا ب 36 لان هو ب 6 ثواني. هتلاقي ان الاوميجا دوت هي الوحيده اللي مجهوله من هنا، هنطلع الاوميجا دوت بكل سهوله، وبالتالي نيجي رايح جايب الايه، التاو اللي هو الاي اللي انا طلعته، الاي توتال في الاوميجا دوت اللي انا لسه ايه مطلعها. طبعا ده كده بالنسبه لي حاجه بسيطه جدا، ما فيهاش اي ايه، ما فيهاش اي مشكله. الفكره بتاعت المسائل ديت سهله، حل بسيط ما فيهاش اي مشكله. بالنسبه للمساله اللي فوق ديت، ممكن تلاقي عندك شكل مربع او شكل مثلث او اي حاجه، المهم ان انت تعرف تجيب الابعاد. كل الفكره ان انا نجيب البعد لحد المركز اللي انا شغال ايه، اللي انا شغال عليه، وهتلاقي العمليه مشيت معاك بكل بساطه وبكل سلاسه. ان شاء الله اي حد يحتاج اي حاجه، انا معاكم على جروب التليجرام، هتلاقي اللينك بتاعه في الديسكريبشن. ولو قصت اي حاجه، رقم تليفوني كان موجود معاكم وبرضه هكتبه لكم هنا تاني، 010 12 8 14 5 92. معلش الترم ده يعني ما كنتش حاضر معاكم في الكليه، فكان اغلب الحاجات نازله متاخر، بحيث ان انا نتاكد ان 100% الحاجه ديت عليكم. ان شاء الله الترم التاني هتلاقي الحاجه نازله بدري، وان شاء الله هنكون معاكم، سواء لو عرفت ان انا نكلم دكاتره الكليه ونبقى معاكم في الكليه باذن الله كسكاشن، او ان انا ننزل معاكم اي حاجه خارجيه. ان شاء الله مع بعض هنظبط الدنيا، وربنا معاكم، وان شاء الله الامتحان يعدي بخير وسلام ان شاء الله. شكرا.